وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا مقطع النهارده، ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو ده وكمان سبسكرايب للقناه. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. عايز اقول لكم ان المقطع اللي فات بصراحه كان مقطع جدا جدا غريب، ان حرفيا حسابي المقلد النسخه اللي مرعبه وتعتبر النسخه الشيطانيه، وانا لحد دلوقتي يعني بجد بجد مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، وليه اصلا حد يعمل حساب، يعني الحساب بتاعي اول مره حرفيا ابطال اشوفه يبقى بالمنظر ده، وبجد بجد انا مصدوم جدا. المقطع اللي فات حرفيا بعت لي على الجيميل بتاعي، الجيميل اللي هو المفروض كان بتاع الدعايه والاعلان اللي هو الشركات وهكذا، واتفاجئت اللي في ناس منكم بدات تعمل له فولو كتير جدا، وانا مستغرب بجد بجد منكم ليه الناس بتعمل له فولو ابطال. انا نفسي افهم اللقطه دي، يعني بعد اذنكم محدش يعمل له فولو، عشان من واضح كده ان هو عايز يعني يقول لي انا ايبي جيمنج الحقيقي، ويقعد يقول شفت انا عملت فيك ايه وهكذا يعني. فانا بصراحه لحد دلوقتي خايف ومش عارف هو ايه اللي جاي، ومش فاهم هو عايز يعمل فيا ايه تاني. ولكن ابطال مقطع النهارده يعتبر زي ما انتم شايفين انا فاتح قدامي وقدامكم حسابي الاصلي. بس ناس كتير قوي في الكومنتات في المقطع اللي فات قالت لي يا بلال، يعني لو عايز السلسله دي تكمل على خير يعني وكده، فحاول ان انت تدخل بحسابك التحقيقات. امال انت عامل حسابك التحقيقات ليه؟ والله بصوا يا ابطال، انا بصراحه يعني قعدت افكر، قلت الموضوع كده كل مره بيكون ارعب من المره اللي قبلها، فانا خلاص قررت ان انا في مقطع النهارده هروح دلوقتي حالا كده وهقفل حسابي الاصلي وهفتح حساب التحقيقات. ولكن بصراحه يعني انا لما جيت قررت كده انا قلت يعني طب ليه؟ يعني طب ليه بصراحه؟ طب ما هو كده كده ابطال، هو ما دام متابعني ومراقبني ما هو كده كده عارف حساب التحقيقات اللي هو ايفل ديفل 365. قعدت بصراحه افكر كتير قوي في الموضوع ده، ولكن قلت انا لازم ابقى جريء واكون شجاع كمان، واللي يحصل يحصل، وانا في ظهري يعتبر يعني ما شاء الله ناس كتير جدا، اكتر من 45 ما شاء الله 46 الف فولو في ظهري، يعني داخلين على 50 الف شخص يعتبر كلهم بيحبوني، كلهم يعني بجد بجد يعني واثقين فيا، وان شاء الله باذن الله الحساب ما يحصلوش اي حاجه خالص. فيلا بينا دلوقتي حالا يا ابطال، يلا بينا دلوقتي حالا يا ابطال نكتب ساتا ايبي جيمنج 707. زي ما انتم شايفين هو ده فعلا يا ابطال الحساب. ولكن يا ابطال الغريب اللي هو كل حلقه حرفيا باجي بحقق عليه بلاقي ان هو زاد فولو، يعني زاد فولو ايه ده؟ بيزيد بال 20 فولو ولا بال 10 يا جدعان؟ ففي دلوقتي 56 شخص عامل له فولو، انا مش عارف بصراحه. يعني بصوا يا جماعه عشان تكونوا عارفين ان الشخص ده مش هاكر، ده مش هاكر، ولكن ده بيعمل العاب حاجات جدا جدا غريبه. وخلينا دلوقتي حالا نشوف ايه ده يا جدعان. واحد جوه في الماب بتعملوا ايه في الماب؟ الماب جاب 333 فيزيت، ولكن ماشي، بس مش للدرجه الناس تقعد في بجد في الماب. وات ذا، مين الشخص ده؟ مين الشخص اللي قاعد جوه الماب ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا مش فاهم ايه ده بصراحه. اللهم اني صايم انا دلوقتي حالا، يعني انا صايم وبصور المقطع والله العظيم وانا صايم كمان. فخلينا دلوقتي حالا نشوف، انا مش عارف ادخل معاه ولا ايه، ولكن في 4 لايك و5 ديسلايك. خلينا دلوقتي حالا نشوف، انا ما اعرفش الحساب ده، اعتقد اللي كان عامل له فولو حساب لونه ازرق كده غريب تمام، ومربع رسم مربع عجيب كده. فانا بقول لكم انا مش عايز ادخل معاه، بس انا هدخل في سيرفر عامه تمام، وان شاء الله باذن الله خير. خلينا دلوقتي حالا نبطل ندخل على الماب، انا مش فاهم اي حاجه بصراحه. هو الشخصيه دي ليه جوه؟ الله لا 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 لا، ايه ده يا جدعان؟ وانا فين؟ والله العظيم ايه ده؟ مش هي دي الماب حرفيا؟ لا 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 مش هي دي الماب، هو انا افتكرت ان انا دخلت ماب غلط ولا ايه؟ ايه ده؟ الماب جدا جدا عجيبه دي، هو انا في الصين ولا ايه؟ والله العظيم انا حاسس ان انا مش فاهم اي حاجه خالص. ثانيه، خلينا دلوقتي حالا نشوف كده بجد بجد يا جدعان، انا مش فاهم ايه ده؟ مين الشخص الغريب ده؟ هيلب مي، اساعدك ازاي بس؟ اوعى تكوني هاكر جديد انت ولا ايه؟ والله اني بحبك جدا، والله احلى ناس في الدنيا، واحد بيقول لي اسمع، اسمع ايه بس يا عم بعد اللي انا شفته ده؟ ايه ده؟ وات ذا، ده انا معايا كشاف وبقدر كمان اشغله، والله ديم، بس هموت واعرف ايه سر البيوت الصينيه دي؟ والله العظيم دي بيوت مشهوره جدا، ايوه خلاني اطلع ما عرفتش، ولكن ماشي تمام، لحظه بقى عشان واضح كده ان كل بيت فيه حاجات جدا جدا غريبه. اوه ماي جاد، تعرفوا البيوت دي بتفكرني بايه؟ بماب زمامك، والله ما بهزر. بس هو ايه اللي خلاه ضعفها يعني كده وبالشكل ده؟ والله العظيم حاجه جدا جدا غريبه. بقول لكم ايه، اعتقد ده اقوى تحديث هيكون في الماب بالنسبه له. يعني ايه ده؟ هو ده شكله ولا ايه؟ والله تحسوا شبهه، والله العظيم يا شباب تحسوا كده. انا قلت تحش يا عم، والله العظيم صايم وانا بصور الفيديو، والله العظيم مش فاهم خالص، ويوم عامل لي تحديث. لحظه، واحنا ممكن نفتح ده؟ احنا نقدر نفتحه؟ ايه ده؟ ده في سهم، والله ده بجد. ايه ده الكلام ده؟ والله العظيم مش فاهم حاجه. هو السهم ده فين؟ هو ده سهم برضك؟ هو السهم بيقول لي روح كده.
اه بيقولي على الشخصية دي يعني. يا عم انا شفتها، هو فينا سما تاني؟ هو ده ينفع يتفتح؟ والله العظيم لحظة، عشان انا فتحت اقفل، والله العظيم فتحت اقفل لحظة، عايز اعلي الصوت. هو في اصوات؟ انا عايز اتأكد، هو في اصوات مثلا؟ والله نفس الاصوات، والله وطي الصوت ورب ما اسمع تاني. ثانية، ايوه الباب بيفتح. عاش عاش علي عاش. او ماي جاد، والله ديم. ماشي تمام، الحمد لله انا معايا ابطال، والله العظيم دايما فاتح الجوين كويس جدا. ايه السومه دي؟ احنا نقدر نطلع فوق السومه كمان. يما ايه ده، ايه ده الرعب ده؟ لا 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 لا، اوعى حد يقع هنا يا جدعان، اوعى حد. البركان ده يا جدعان بموت على طول. ها ايه ده، ايه بقى اللخبطه دي؟ يقول لي هنا يمين وده هنا شمال، انا مش فاهم بصراحه، ولكن انا بصراحه عايز تعالوا نروح هنا شمال الاول. تعالوا نروح اقول لكم، والله العظيم مش فاهم حاجه، خلينا نروح شمال الاول. طيب ايوه نطلع السلم واحده واحده، والله العظيم ما فيش حد فاهم اي حاجه خالص. خلينا دلوقتي حالا نشوف. او ماي جاد، ايه ده، والله العظيم مكان جدا جدا غريب. هو ده الكتاب؟ والله العظيم استنى استنى، ده الكتاب يقفل يا عم، كيكه في اضاءه. والله ده الكتاب ولا ده ايه ده؟ ولا لا، ده الكرسي واضح كده اللي ده المكان بتاعه، هو ده المكان بتاعه. اعوذ بالله، مش لازم. قوم يا عم، قوم يا عم، بلا هبل، والله العظيم مستحيل، مستحيل ابدا اعمل كده، والله مستحيل ابدا اعمل كده. يا نهار ابيض، قوم قوم يا كابتن، قوم قوم يا عم، قوم يا عم، ما تتقمصش الشخصيه دي كده، دي حاجه مش كويسه على فكره، دي حاجه مش كويسه والله العظيم. اسمع مني، دي حاجه مش كويسه. يا نهار ابيض على الرعب يا جدعان، هو اكيد بيقعد في المكان ده. ماشي ماشي تمام، هو بيفسر لنا بقى اللي هو ده المكان بتاعه، ولكن المكان ليه كله صيني كده؟ والله العظيم كل حاجه حرفيا في المكان ده صيني. ما علينا، خلينا دلوقتي نخش ونروح هنا اليمين. تمام، مش عارف بصراحه، مقلق قوي. هو ايه الحاجات اللي هو حاططها دي؟ والله يعني حاجات غريبة أوي، يعني هو صيني الجنسية؟ طيب الشخص ده صيني طيب ولا إيه؟ مش فاهم. وأدي إيه الكرسي ده؟ بصوا، هقدر أقعد عليه برضك؟ لا ما أقدرش المرة دي. بس هو حاجة غريبة والله العظيم، حاجة جدا جدا غريبة كمان. هنا يا جدعان الصينيين بيقوموا ماسكين كده يعني حاجات، وبيقعدوا إيه، وبيقعدوا يضربوا كده، والله العظيم. أيوه بيضربوا عليها وبتقعد تعمل تيجي تقل اللي هو الطاسة كده، والله العظيم ما أعرفش بصح عادات وتقاليد الصين دي. ماشي ماشي ماشي، خلينا دلوقتي حالا ماسكين الكشاف، لأن إحنا هنكمل وهنفضل مقدمين. إيه ده، البنت دي قاعدة كل شوية بتعمل لي باي كده ليه؟ هي ليه البنت دي يعني بتظهر في أماكن معينة؟ أعوذ بالله، إيه الأشكال دي؟ والله اقسم بالله شكلك ده غريب. طب لحظه بقى، عشان المفروض نستخدم الكشاف، انا مش فاهم اي حاجه والله العظيم، موضوع غريب. انا خايف ان انا اقع يعني بجد، والله خايف ان انا فجاه اقوم كده وي اقوم وقع تحت، والله ده اللي ناقص يعني. بس المكان غريب، لا لا بجد المكان غريب، انا مش عارف صحيح الشخصيات دي. يا نهار ابيض، انا ما كنتش سني قبل كده بصراحه يعني، عشان اعرف الحاجات اللي هو بيعملها دي، ولكن اعتقد كده ان الشخص ده جنسيته صينيه. ايوه يعني قولوا لي تحت في الكومنتات، اعتقد اللي بيقلدني ده جنسيته صينيه باينه قوي يعني. ايه ده، طب انا ايه يعني، انت جايبني الباب مقفول تهبل؟ والله هبل يا جدعان، هو ايه مفيش اي باب بيتفتح ولا ايه؟ والله دي حاجه غريبه. يا باب، الو، والله ازاي؟ طب افتح الباب. انا دخلت، انا دخلت، اعوذ بالله. ده كلام صيني طبعا. انت ممكن تيجي تقولوا لي انت متفاجئ ليه يعني، ايه الكلام الصيني ده؟ اكيد الكلام الصيني ده بيشتمني فيه، والله حاسس كده بجد، والله العظيم بجد بجد حاسس يعني الكلام ده فيه سر، يعني الكلام ده فيه سر. والله العظيم بقول لكم ايه، احنا لازم ايه يعني ناخد لنا كده صور. ايوه ثانيه، بقول لكم ابطال، وسع بعد اذنكم وسع. يا مش هيفهموني، مش هيفهموني، خلينا نعمل كده. تمام، هو هنا برضك ورا مكتوب لا، خلينا نعمل كده. ثانيه يا جدعان بعد اذنكم هقول لهم ابعدوا، عشان انا محتاج اخد صوره يا جدعان للكاميرا. ابعدوا دلوقتي، هاخد صوره للكلام، الكلام ده يا جدعان الكلام الصيني انا مش عارف صح اصلا الصيني ده اكتبه ازاي. تمام، فخلينا دلوقتي حالا نوسعه كده يا جدعان، وسعه. ايوه وسعه يا جدعان، انتوا كده وسعته يعني. طب خلاص، خلينا دلوقتي هنعمل كده. تمام، انا دلوقتي حالا خدت، ايوه بالظبط كده، خدت اول صوره. تمام كويس جدا، حلوه قوي. وادي دلوقتي حالا عايز اخد برضك صوره لده، واعمل كده. ماشي، انا معرفش صح ازاي بجد بجد يا ابطال انا هترجم الكلام ده. تمام، خلينا دلوقتي حالا ناخد صوره لاخر حاجه قبل ما حد يجي. كويس، وانا خدت برضك صوره دلوقتي لدي. انا بصراحه دلوقتي احنا معانا ثلاث كلمات. تمام، يعني انا معرفش دي كلمات ولا دي جمل ولا ايه، لان انا بصراحه ما يعني اللغه الصينيه دي طبعا مش عارفها، ولكن انا هحاول يعني اكلم اي حد صاحبي او هدخل على موقع او برنامج تمام يفهمني ايه اللغه الصينيه دي. اتفقنا؟
فالمفروض يعني اللي انا عارف برنامج كده تمام، وبرنامج يعتبر ترجمه او حاجه شبيهه لكده. فدلوقتي حالا انا هروح تمام وهشوف الموضوع ده. اتمنى بس ان كل حاجه تكون تمام. فيعني انا بصراحه متفاجئ طبعا، كل الابطال قاعدين متفاجئين بصراحه، وبالاخص انا متفاجئ ومخدود من دي ومن دي من هيلب ميديا. اكيد دي تبعه، اكيد دي تبعه، لان هي دي اللي خلتني اصلا اجي المكان ده. والله العظيم يا ابطال موضوع جدا جدا كبير، انا صح عايز اطلع فوق، لكن اعتقد اللي خلاص كده يعني اطلع فوق اعمل ايه، حرفيا مفيش اي حاجه، بس المكان جدا جدا مخيف وشكله غريب. ايه الكلام ده بقى؟ والله العظيم كده كتير عليا، هكتب اصلا الكلام ده ازاي؟ والله العظيم اكتب الكلام ده ازاي اصلا؟ ده انا عقبال ما اكتب الكلام ده. والله العظيم موضوع جدا جدا صعب يا ابطال. انا والله بجد عايز اشكر كل الابطال، ان حرفيا كلهم لما بيلاقوني دخلت على الماب دي بلاقيهم دخلوا معايا. ولكن انا عايز اقول لكم اللي انتوا برضك تخلوا بالكم وتحاولوا تحققوا بحساب كده يعني ما يكونش ظاهر قوي تمام. سيبك من ان انا بدخل بحساب الاصلي، لان انا عايز اعمل حاجه معينه. فالموضوع بصراحه ابتدى يخرج عن السيطره وبقى مرعب اكتر من اللازم. زي ما انتم شايفين دلوقتي حالا انا اعتقد البرنامج ده فيه واحد صاحب الدهولي تمام، ما اعرفش بصراحه ده برنامج ترجمه ولا ايه، لكن هو قال لي ان هو بيفك الاكواد تمام وبيفك الشفرات يعني وكده. فانا دلوقتي حالا مطالب ان انا اكتب الكلام اللي انا صورته ده. اكتبه ازاي؟ الله اعلم بصراحه. انا دلوقتي حالا قاعد بفكر معاكم ازاي اكتب الكلام الصيني ده اصلا تمام، ولكن انا عندي فكره دلوقتي. زي ما انتم شايفين يا ابطال انا دخلت على موقع جبل الابجديه الصينيه تمام. انا بصراحه انا مش فاضي يا جدعان اتعلم كل الكلام ده، بس انا بجد بجد مش عارف ازاي اكتب الكلام ده بالظبط تمام. ولكن يعني الموضوع بجد بجد بقى صعب قوي يعني معايا يا ابطال. والله العظيم زي ما بقول لكم كده الكلام هيكون صعب جدا، لان انا لحد دلوقتي مش عارف يعني. انا مثلا يا ابطال مش عارف هو مثلا اول حرف ده ايه، يعني ده مثلا حرف الاي ولا البي ولا السي ولا الدي، وتاني حرف ده ايه، وتالت حرف ده ايه. غير دي يا ابطال ورق دي جمله كبيره، انا مش عارف برضك هو كاتب ايه. الموضوع جدا جدا صعب. فيا ريت اي حد يقول لي ازاي اكتب اللغه الصينيه اصلا او ازاي اترجمها، لان الموضوع بجد جدا جدا معقد. واخر كلمه دي اللي متكونه حرفيا من يعني اخر الجمله دي متكونه من كلمتين يعني، والله حرفين. بصوا يا جدعان انا مش فاهم حاجه، الموضوع غريب قوي. اللي هو يعني انا بصراحه يعني هو البنت اللي اسمها هيلب ميدي اللي انتوا شفتوها اكيد هي اللي عايزاني اعمل كده واترجم الكلام ده، لان الكلام ده اعتقد ان هو فيه حاجات كتير قوي وانا لازم بجد بجد احاول ان انا افسره. الله اعلم بصراحه يا ابطال هنقدر اصلا ولا لا. او ماي جاد يا ابطال، واضح كده ان هو فاتح. كويس جدا، اعمل اللي انت عايزه. وطبعا هو بيكون مبسوط لما انا بدخل على الماب بتاعته، ولكن اللي انت بتعمله ده صدقني غلط جدا جدا كبير، عشان بجد بجد انت بتحاول تشوه صورتي. وانا ما اعرفش اذا كان انت بتهزر معايا ولا لا، ولكن اعتقد ان الحركات اللي انت بتعملها دي واحد بيكرهني ومش بيهزر معايا. وبصراحه الشخصيه دي غريبه جدا، اول مره تظهر معايا بصراحه ان يكون في حد يقلدني تمام وبيعمل حاجات كده غريبه وكاتب لا تخاف انا ايبي جيمنج. وقول لي لا تخاف انا ايبي جيمنج، يعني يا جدعان الموضوع غريب قوي بصراحه. فعامه لحد هنا يعتبر مقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو ده، وكمان سبسكرايب للقناه، اما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، كان معكم ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، ومع السلامه. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا